السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا باشا. لو سمحت بعد إذن سيادتك، يعني اقعد في البيت، يعني التزم شوية وما تقوليش الراجل الغلبان ومش الراجل الغلبان. الراجل الغلبان حيلته صحته، فما يدمرش صحته وما يدمرش صحة حد تاني كمان. وما تقوليش أنت بتتكلم كده عشان مرتاح والحسبة معدية ومش عارفها. أنا راجل شغال نجاز زي زيك، يعني يوميتي بيوميتي هي، بس إحنا هنصبر وكده وإن شاء الله ربنا هيعوضنا عشان ما نضرش نفسنا ولا نضر اهالينا ولا نضر اي حد. فيا ريت نلتزم يعني، وما عليك مثلا مش هتطلع عشان تدير الشركات والدنيا دي. كل الناس عارفه الوضع اللي شغال، فاحنا مش عايزين نبقى زي ايطاليا والناس دي، احنا عايزين نمر من الدنيا دي بخير وسلام ان شاء الله، وربنا يحمينا ويحميكم. ودي اخر كلمه كده كنت حبيت اقولها لكم، حافظ على نفسك بس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.